نظم مجلس القبائل والعائلات المصرية بالتعاون مع الكيانات الشبابية مؤتمرا جماهيريا حشدا لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية بحضور عدد من القيادات المحلية والشعبية بمحافظة الفيوم. وأكد المؤتمر على أهمية التوعية بالمشاركة السياسية، كما تم استعراض إنجازات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في كافة القطاعات بالدولة. احنا معاك بكل قلوبنا وهنفضل وراك ان شاء الله. حضرتك قمت بانجازات كبيره جدا جدا في الفتره اللي فاتت، واحنا معاك عشان تكمل المسيره، وان شاء الله مصر يد واحده ورجل واحد رغم كيد المعتدين. هذا المؤتمر لدعم فخامه الرئيس السيد عبد الفتاح السيسي الذي انقذ مصر من العديد من المواقع التي كانت يدبر ويحاك بها. الرئيس عبد الفتاح السيسي أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيه وأن يمد في عمره وأن يجعله دائما في الصف الأول في ريادة وتقدم ورقي وازدهار. هذا الرئيس الذي نقل مصر نقلة كبيرة، حيث أنه أنقذها في الآونة الماضية التي كان يحاك بها من الداخل ومن الخارج. بنأيد سيادة الرئيس وبنبيع سيادة الرئيس وبنقول له إحنا وراك يا رئيس، وراك للأمن والأمان، وراك لمصر الحديثة، وراك لمصر البنية الأساسية الجديدة، وراك للعمار، وراك للجيل اللي جاي، وراك لكل حاجة يا رئيس. إن شاء الله إن شاء الله إحنا بنبايعك وبنأيدك.